اهلا بيكم في حلقه جديده من كتاب على السريع، والنهارده هنتكلم عن كتاب الاغتيال الاقتصادي للامم جون بيركنز، واحد من اخطر الكتب في مجالها لاسباب كتير، واستحملوني لو طولت شويه. كتاب النهارده بيتكلم عن قصص من 20 30 50 100 سنه وبتتكرر كتير. في البدايه جون بيركنز بيحاول ان هو يتوقف عند قصص كتير منعته من الكتابه، البعض كان بينصحه يحافظ على حياته، والبعض قال له اعملها روايه اسهل انك تتكلم بدون المباشره. جون بيركنز هو احد قراصنه الاقتصاد ودول محترفين في اخضاع الدول الضعيفه والناميه اللي فيها بترول موارد طبيعيه لسطوه الولايات المتحده بدون طلقه رصاصه الا اذا لزم الامر او الاستعمار في مجال اخر. مع تطور التكنولوجي أصبحت التدخلات كتيرة في شكل معونات أو قروض أو غيرها من الوسائل اللي بتساعد قراصنة الاقتصاد على إنهاء المهام الكارثية، وده طبعا معروف عنه باستخدام المؤسسات الأممية زي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، واللي أنشأها ريتشارد نيكسون تحت نظام بريتون وودز، واللي خلى الدولار بدل الذهب هو المتداول الأساسي. نظام فرضته أمريكا على كل العالم بلا استثناء، الدول القوية والضعيفة، سواء بتقديم القروض أو المساعدات للقضاء على الفقر والمجاعات وغيرها من الطرق التانية اللي بتوضحها عبارة نيكسون الشهيرة: عندما تخسر غير قواعد اللعبة. هنا قدام استغلال لكل العالم تقريبا، المؤسسات كانت بتزعم انها بتساعد، ولكن للأسف كانت بتخلي الفقير يزداد فقر وأحلامه في الغنى بتتبخر، وزادت أعباء الديون على كل الدول اللي مشت في سكة القروض أو اللي خضعت بشكل أو بآخر لتجارب المؤسسات الدولية. ولكن طبعا كان في إجبار على الاستعانة بالمؤسسات دي، وبالتالي ابتدت فوائد القروض تتضاعف والدولة وقفت ما قدرتش ان هي تسدد. هنا بتيجي الطريقة التانية، وهي التنازل عن موارد او اصول او اي من الاشياء الثمينة في الدولة، وبكل بساطة بيتم الاحتلال الناعم لدول كتير جدا بدون معركة. الامر وقف عند كده؟ طبعا لا. الحقيقة ان الدول على اختلافها واختلاف ثقافتها ومواردها والناتج القومي وغيره مفيش حدوتة زي التانية، كل دولة لها قصة مختلفة. وهنا بيجي دور الثعالب، ودي يا سيدي فرقة دموية مش اقتصادية خالص، اللي بيعترض بيكون طريقه الى الهلاك برصاصة محدش يعرف جاي منين او بأي طريقة تانية، زي رئيس الاكوادور ورئيس بنما وغيرهم من القائمة التي تطول. بيركنز بيقدم السعودية مثلا كنموذج لما دعمت مصر في حرب اكتوبر 73، وازاي وقتها ايران ساعدتها ان هي تقوم مع دول تانية من الخليج بزيادة اسعار البترول ب 70% وخفض انتاج البترول، ورغم كل ده نيكسون طلب من الكونجرس مساعدة 2 مليون دولار لاسرائيل. السعودية في النهاية بتحاول ان هي تساعد مصر بوقف البترول نهائيا، ولكن بيركنز كقرصان اقتصادي بيفكر ان السعودية عندها اموال كتير جدا، ولكن عندهم مشكلة في النظافة في الشوارع على سبيل المثال، والاغنام اللي بتاكل من القمامة، وده بيخليه يسأل ايه اللي بيحصل يخليهم يعملوا كده. السعودي ما بيقبلش على نفسه ان هو يشتغل في مهنة جمع القمامة، ومن هنا كان التفكير انه ازاي يبقى في مشروع علشان يساعدوا المملكة على التخلص من هذه المخلفات، وازاي يدخل المولات وثقافة الاستهلاك وغيرها من الاشياء، وبالتالي ساعدت الصفقة الولايات المتحدة على ايجاد فرص واستغلال اموال، وايضا وضع برامج امن وصيانة عالية ما يقدرش السعوديين يتعاملوا معها من غير الولايات المتحدة على المدى البعيد، واصبح كارت ضغط قوي جدا تقدر تستخدمه امريكا في اي وقت من الاوقات. ده شكل من الاشكال. ازاي الصفقة دي تمت؟ في تفاصيل كتير اعفونا من ذكرها لان ما عنديش دليل على الصحة او عدمه. النموذج الثاني ايران. ايران برغم انها دولة مصدرة للبترول، ولكن خضعت لاحتكار انجلترا والشركات الكبرى، وكان احتلال عين عينك. سنة 53 محمد مصدق سيطر على ايران، ومن هنا كان لسطوة على الشعب ومحبة كبيرة جدا، ولكن طبعا ابتدوا ان هم يجمعوا ناس بالرشاوة علشان يخلوا محمد مصدق يتنازل لصالح شاه ايران ويرجع تاني، وبدل ما يكون في مواجهة مسلحة ابتدت الجموع هي اللي تقول له اتفضل ارحل. عملية سرية كان اسمها اجاكس للاطاحة بمحمد مصدق واعارة الشاه محمد رضا بهلوي، وكان سببه السعي للسيطرة على البترول الإيراني والستار اللي قالوا أنه مصلحة الشعب الإيراني الشقيق زي ما بنقول في كتير من النكت اللي احنا بنشوفها. مصدق مشي وجه شاه إيران، ولكن بعض القرارات اللي بيشوفها لصالح الناس زي إعفاءات ضريبية وإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسعي للقوة العسكرية، ولكن تحت الرماد كانت النار. الثورة كانت مازالت تغلي بالخفاء،
بسيطرة الخميني اللي قلب حماس الناس بخطاباته واللي أطاح بكل المخططات الأمريكية في الظاهر، رغم أنه ابنهم وهم اللي صنعوه اندونيسيا وكان اسمها جزر التوابل، وصراع كبير من البرتغاليين والهولنديين والأسبان وغيرهم. وبعدها حاولت اليابان غزوها في الحرب العالمية الثانية في محاولات لم تنتهي مع وصول أحمد سوكارنو لسدة الحكم، ولكن رغم أنه كان أول رئيس اندونيسيا يوصل، ولكن أنهت الخلافات القبلية على ملحمة سوكارنو، وبترجع تاني لحقبة من الدم مع سيطرة أمريكية على الحكومة الاندونيسية وبتعاون الحكومة نفسها، هيئات تيجي ويجي جون بيركنز علشان يوضح كارثية اللجان اللي بتيجي علشان تساعد اندونيسيا في الظاهر، ولكن بتدفعها لقروض ضخمة ما تقدرش ان هي تسددها، وتقول لها على النتائج متفائلة قد ايه الاقتصاد بتاعها هينتعش وقد ايه المشروعات هتبقى جميلة وهيلة وتنقلها لحدة تانية، ولكن للأسف الشديد بيجي النتيجة بعكس ده تماما. بنما كانت واحدة من النتائج المهولة في السيطرة عليها، وبرغم ان هي رفضت زي كولومبيا على سبيل المثال، ولكن كان الحل جاهز مع الامريكان ان هم يجيبوا موالين ليهم، ولما ده ما يحصلش بيتم عملية الاغتيال للرئيس البنمي وبتفرض سيطرتها وجودها على الدولة الصغيرة بعد احتلال في سنة 68، وبيجي عمر توريخوس وكان بعد سلسلة من الحكام المتسلطين في بنما، وبيجي احتلال امريكي ناعم. في الوقت ده عندنا كارتر كان في الحكم وكان مسعاه السلام وتقليل الاعتماد على البترول ويدور على مصادر طاقة اكثر امنا ونظافة. كارتر وتوريخوس كان بينهم زي السمنة على العسل زي ما احنا بنقول، وكان ممكن يكون مساعدات كتير جدا علشان يكون في تعاون لمشروعات مشتركة، ولكن التعاون مع اليابان كان هو الافضل بالنسبة لتوريخوس علشان يخلي اقتصاد بلده يشتغل بحق وحقيقي. وهنا اليابانيين قلقوا ان اليابانيين يسحبوا البساط منهم، وكان الحل يتفاوضوا مع توريخوس اللي عنده كاريزما رهيبة لرفض اي مقترح من بيركنز. هتيجي فرقة الثعالب اللي احنا قلنا عليها قبل كده الله ينور، وانفجار طيارة يخلصنا من الاخ توريخوس، ويجي بعد منه واحد تاجر مخدرات وله علاقة بالمخابرات الامريكية، ولكن الراجل قال انا هكمل اللي كان توريخوس بيعمله، وهنا بيحاولوا يتفاوضوا معاه فما ينفعش. بيجي الاحتلال الامريكي لبنما في ديسمبر سنة 89، والعالم كله بيفزع ان الدولة الصغيرة دي بيتم حرقها وقتلها، وبيمنع اي حد من الصحفيين انه ينشر اي تقرير عن القصة، لان امريكا هي المتصدرة وهي التي تقود هذه العملية، وبالتالي بيكون حل اخر للامريكان القتل والتدمير مقابل المال. عدد كما شئت وتكلم زي ما انت عايز عن كتير من الامثله والنماذج، ولكن في النهايه هتلاقي نفس الحرب اللي شنتها على العراق والكويت هي هتلاقي ان امريكا بتاخد نفس المبررات وتقول ان هي جايب ذريعه غزو العراق لان عندها كيماوي او عندها غيرها من الاسلحه. نموذج العراق كان مفترض ان هي تشوف تحول كبير جدا مع وجود صدام حسين اللي رفض ان هو يتفاوض معاهم، وبالتالي كان الحل التخلص من صدام والدخول الى العراق اللي بيسمى او بيعتبر السيطرة عليها اشبه بالسيطرة على باب الشرق الاوسط باكملها. القصة ما خلصتش، ولكن فخاخ كثيرة للغاية نصبتها امريكا لكثير من الدول سواء كان في الغرب او في الشرق، والنتيجة واحدة قتل وتدمير، وبعد ذلك سيطرة على مقدرات هذه الدول. يمكن تكون القصة مكررة وبتحصل حوالينا في دول كتير جدا لحد الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه وبتشوفني فيه دلوقتي. لو فكرنا هنقول من المستفيد؟ نظام عالمي مسيطر في الاقتصاد والمال والأعمال، وحدث ولا حرج، وما تزال القائمة مفتوحة وأبقى القوس إلى قيام الساعة. لازم تقرأ الكتاب وتشوف ايه اللي موجود فيه، لان في حاجات كتير جدا قد لا يتسع الوقت ان احنا نتكلم عنها، وما ينفعش ان احنا نقول كل حاجة. ارجوك ترجع للكتاب علشان هتلاقي مفاجآت كتير جدا في انتظارك. شكرا ليكم، اتمنى ما اكونش ضيعت وقتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة وكتاب جديد. اتمنى تعملوا مشاركة وتعليقات علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من محبي الادب والثقافة اللي بنقدمهم في كلمتنا. اشوفكم على خير، في امان الله.